سلام. دي مين دي؟ لما انت تقولي لي مين ده هبقول لك مين دي. يا زياد بقى ما ترخمش. كل ده يحصل لك وانا ما اعرفش. وانا كنت عارف اهتر فيك. هو هشام مش قال لك على الحوار بتاع البنت مراته؟ مش داخل دماغي. وبعدين هو ليه قال لك انت وما قاليش انا؟ يا رحيم، هو في فرق بيننا ولا ايه؟ تصيعه حلمي؟ مش مساله صياعه ولا حاجه. هو جه حكى لي وانا قلت له سيبك من رحيم، كفايه عليه عكه حوار داليا، وانا هاجي معاك. ادي كل اللي حصل يعني. وبعدين سيبك من ده كله، ايه حكايه ان عزت منصور ده انتحر؟ ومين اللي كان بيكلمك؟ اللي قتل عزت. الله، مش انت بتقول انه انتحر؟ مش واكله معايا حكايه الانتحار دي. يعني واحد يحدف نفسه من الدور العاشر؟ طريقة بلدي قوي يا عم. بقى انتحر مات راح في 60 داهية، مش هو ده المهم. المهم مين اللي بيكلمك وعايز ايه؟ اكيد اللي كان عايز 700 مليون كان عايز يعمل لك بيني. بقولك ايه، مش يمكن يكون عزت منصور ده ما ماتش؟ هو مش احمد الديب سألك عليه وكان فاكر ان هو شريك امينة؟ ما هو ده اللي هيجنني. مش معقولة يعني تكون صدفة إن أمينة تعرف واحد اسمه عزت وأحمد الديب يسألني عليه. إيه يا عم الحوار ده؟ أنا دماغي لفت. وهو ده اللي هم عاوزينه، إننا نلف حوالين نفسنا وما نعملش اللي إحنا ناويين عليه. اللي هو إيه؟ إننا نرجع زي الأول، زي ما كنا حلمي، وده اللي أنا عايزك فيه. بس لازم ده يحصل وبسرعة. أنا معاك، وقول لي نعمل إيه؟ خلينا نروح البيت كده ونتكلم على رواقة، وبعدها لازم نتحرك. طب يلا. رنين تعالي تعالي تعالي. ايه، هو محدش جه معاكي؟ لا، ما هو اصلا محدش بيجي معايا. ايه ده، انت بترجعي للمدرسه لوحدك؟ اه، وكمان بروح لوحدي. على فكره المدرسه مش بعيده. طب انت كلت ايه النهارده؟ لا، انا بستناهم لما كلهم يجوا وبناكل مع بعض. اه، طب ايه رايك النهارده مش هنستناهم، تيجي ندخل نعمل اكل مع بعض؟ بس انا ما بعرفش. ولا انا. تعالي ندخل نعك. ماشي. عبودة. رحيم باشا، منورين الجراشة يا باشوات. عايزينك معانا في مشوار هيطلع لك منه لقمة عيش حلوة، بدل شوية الفكة دول اللي انت عملت لماما. بس وحياة بنتي، لو سبتنا في وسط السكة زي المرة اللي فاتت هتزعل. لا، عبودة خلاص عرف غلطته، وعارف انه لو عملها تاني مش هيلحق يزعل. مش هتلحق. طب بص يا باشوات، لو الحوار في دم وعوق زي المرة اللي فاتت مفيش ولا راجل جاي. ما تزعلوش مني، يا روح ما بعدك روح. لا ما تقلقش، مفيهوش دم. طب ايه المشوار؟ رسين؟ يعني مشوار خفيف كده. المهم انت حضر لي 20 راجل ومعاهم كام حته سلاح لزوم التامين. 20 راجل وشويه سلاح، مشوار خفيف. طب يا باشا ما تقول لي ايه التيتا؟ التيتا؟ لا ما تقلقش، التيتا هتبقى حلوه. قولي لي، الرحله كانت كويسه؟ الحمد لله تمام. تعال اقعد جنبي. وحشتيني قوي قوي قوي. حسني شايفه زكريا قدامي. الله يرحمه. نسيت اعرفك. ريم بنت انكل حلمي صاحب رحيم. هاي فرح. ريم ازيك؟ عامله ايه فرح؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، مبسوطه قوي اني شفتك. وانا كمان. ها قولي لي بقى، على لغايه امتى؟ جاي اظبط حاجات كده تبع الشركه اللي انا شغاله فيها، عايزين يعيدوا فتح فرع للشركه هنا في مصر يعني، وانا جايه هندل الامور. يعني قاعده معانا فتره كبيره؟ لا، مش زي ما انت متخيل، حدوته كلها ممكن تخلص بسرعه. المهم عايزك من هنا لحد ما ارجع المانيا، عايزك تفكر في حاجه. جايب لي عروسه المانيه ولا ايه؟
لا عايزك تيجي تعيش معايا في امان. عبد الله السلام. وحشتني. انت كمان. خير يا جماعه، وانتوا ساكتين ليه؟ مستنيينك تتكلم. طب ما تقول لي يا رحيم اتكلم في ايه، وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجه، مستنيك انت تحكي لي. قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجه على رحيم، ما انت عارف. ايوه. طب ما امال في ايه؟ طب يا رحيم هتقول كده من الاول، قلقتني. لا مفيش حاجه، انا بس كنت بتاكد ان بتقولي ده كان صح. لما تحبوا تحكوا لي تعالوا، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم رحيم، ما تخليش اي حاجه تعطلك، قول له انت بس على المفيد. خير يا رحيم؟ احنا هنرجع نشتغل. شغل ايه؟ شغلنا، هنرجع المركب. داليا انا مش عارفه دي سهله ازاي مش عارفاها؟ 3 × 4 كام؟ 7؟ لا ازاي بس؟ 3 × 4 مش 3 + 4. مش عارف. 12 حبيبتي، اكتبي 12. شوفي اللي بعدها بقى. 3 × 5؟ 8. ازاي يا رنين بس؟ 15. هي سهير لسه ما رجعتش؟ لا لسه. رنين انزلي بسرعه تجيبي علبه سجاير من تحت، انا نسيت اجيبها امبارح. هو انت عايز تقومها من على مذاكرتها عشان تنزل تجيب لك سجاير؟ ما تنزل انت. وفيها ايه؟ ما هي هترجع تكمل. يلا بس يا رنين، انا مصدق. استني يا رنين، لو سمحت ممكن نتكلم لوحدنا شويه؟ رنين خشي جوه. مش كفاية بتسيبوها ترجع من المدرسة لوحدها ومفيش أكل في البيت، وكمان عايز تقومها من على مذاكرتها عشان مزاجك؟ وإيه المشكلة؟ ما هي كل يوم بتتصرف وبتعمل أكل لنفسها. تتصرف إزاي يعني؟ دي لسه عيلة. طب افرض في يوم هي قاعدة لوحدها في البيت ونسيت الغاز مفتوح، دي ممكن تموت. قولي الكلام ده لأمها، أنا ماليش دعوة. أنت هتفضل طول عمرك كده؟ مالكش دعوة؟ تخلف وترمي؟ مش مهم، خلي امها تربيها او ما تربيهاش. بص يا داليا، انا اللي فيا مكفيني، واخر حاجه عايزها ان حد يلومني على حاجه. انا بقى لازم الومك عشان انا ما لومتكش على اللي انت عملته معايا من زمان. انت طول عمرك مخليني حاسه ان انا يتيمه مع انك عايش. انت عارف يا بابا، أنا عمري ما حسيت بوجودك. عارف يعني إيه بنت تحس إن ملهاش ظهر؟ عارف يعني إيه أحس طول عمري إن أنا خايفة؟ لأن أنا عارفة أول ما هتسند عليك هقع. شفت بقى أنا ليه لازم ألومك؟